نصيحة من القلب لأهل المرضى النفسيين، إن أنتوا محتاجين تفهموا حاجتين، محتاجين تفهموا المريض عنده إيه، ومحتاجين تتقبلوا طبيعة المرض. بشوف مرضى كتير متبهدلين عشان الأهل مش فاهمين المريض عنده إيه أو مش متقبلين طبيعة المرض، وخصوصاً إن أغلب الأمراض النفسية زي الاكتئاب والوسواس والفصام لهم طبيعة، وإما الطبيعة دي لإما بتكون سنوية يعني التعب بيجيلهم كل سنة مرة، أو تبقى مزمنة يعني كل العيان ما بيبطل العلاج ما بيقعدش 6 شهور وينتكس، يبقى في اللحظة دي إن إحنا بعد ما العيان بيخف بنسيب له جرعة ثابتة يمشي عليها، أو إن التعب بيجيله في شكل نوبات يعني كل 2 سنين كل 3.